أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام من قناة الإخبارية، أحييكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة في الاقتصاد. نحن معكم اليوم من المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة 2017 بعنوان التحالف ضد الإرهاب، الاستراتيجيات والقدرات. هذا المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. أرحب بضيفي في هذا اللقاء لحلقة اليوم، الحلقة الاستثنائية، دكتور عبد الله بن شرف الغامدي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أهلا بك معنا دكتور عبد الله. المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد الرئيس التنفيذي لشركة نورثروب جرون من للشرق الأوسط، أهلا بك معنا مهندس وليد وأشكركما لهذا تواجدكم معنا في حلقة اليوم. دكتور عبد الله، نستهل الحوار معك، نتحدث معك عن هذا المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة، أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذه المرحلة. أشكركم وأشكر قناة الإخبارية على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الحدث الوطني المهم. في الواقع المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة هو يعقد في دورته الثانية، فهو المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة، وهذه السنة تحت شعار التحالف ضد الإرهاب، الاستراتيجيات والقدرات. ما في شك أنه حدث الساعة ويأتي في ظل عاملين مهمين جدا تمر بهم المملكة العربية السعودية. العامل الأول هي مشاركة الفاعلة في التحالفات الدولية ضد الإرهاب، وأيضا دورها الرائد عالميا في محاربة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف بوسائل عديدة ليس بالضرورة عسكرية، كلها مبادرات في معالجة الفكر المتطرف من وقت مبكر. وهذا هو العامل الأول. العامل الثاني في الواقع اللي هو تصارع الخطى نحو تحقيق رؤية 2030، والتي تركز على تعزيز الصناعات العسكرية، وما في شك أن أنظمة القيادة والسيطرة هي من الأنظمة الحساسة والأنظمة المحورية العسكرية، وتمثل لب البنية التحتية في أنظمة وزارة الدفاع وكثير من الجهات الأمنية وشبه الأمنية والمدنية. ممتاز. مهندس وليد، قبل أن أتحدث عن دوركم أيضا في تحقيق هذه الرؤية، رؤية 2030 بتوطين بتعزيز الصناعات العسكرية وخاصة فيما يتعلق بأمن المعلومات وغيرها، حدثنا عن مشاركتكم في هذا المؤتمر اليوم. أول شكرا للاستضافة، وطبعا أظن الدكتور عبد الله تكلم عن أهمية المؤتمر. نعم. وإحنا كشركة عالمية من الرائدين عالميا في مجال القيادة والسيطرة، رأينا أن فعلا الشراكة مع المنظمين للمؤتمر هذا كان شيء رئيسي مهم جدا لنا استراتيجي. لأن أظن رؤية 2030 واضحة جدا، الصناعات العسكرية وتوطينها لها محور رئيسي ومهمة جدا، فدورنا موجودنا هنا طبعا التزامنا للسوق السعودي، التزامنا للدولة بأن كيف ممكن نساهم في نقل المعرفة ونقل التقنية تكون موجودة في أرض الوطن. نعم دكتور عبد الله، ما هي أهم في البداية قبل أن أتحدث عن المحاور، ما هو مفهوم أنظمة القيادة والسيطرة؟ هو باختصار المفهوم نظام القيادة والسيطرة أن القائد يحتاج معلومات دقيقة استخبارية ليتخذ القرار المناسب في الوقت والمكان المناسب. وأيضا بعد اتخاذ القرار المناسب تأتي مرحلة السيطرة، وحين تسمى التحكم أو الكنترول، اللي هي مسألة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع من قبل الجهات المعنية، وهذا هو السيطرة. فهو باختصار اتخاذ القرار وتنفيذ القرار. وهل هذا أيضا يندرج ضمن ما يتم اتخاذه فيما بعد لا سمح الله وقوع الأزمات، أو هذا الأمر أيضا يعني للأملة مع اتخاذ القرار تطبيقه هو أيضا في حال وقوع الأزمات؟ صحيح. هو في الواقع مفهوم كوماند كنترول أو القيادة والسيطرة هو مفهوم ليس مختص وحكرا على الجهات العسكرية فقط. نعم. هو الجهات العسكرية، الجهات الأمنية، الجهات الصناعية أيضا، الجهات الصحية أيضا، كثير من الجهات المصرفية، أي جهة تحتاج أن يتخذ قرار وينفذ هذا القرار تحتاج نظام الكوماند كنترول. ومن ضمنها ما طلع لنا أنظمة الداشبورد مثلا لتعطي رؤية وملخص لمتخذ القرار إيش اللي صاير حتى يستطيع اتخذ القرار المناسب. نعم. بعد ذلك يأتي دور المنفذين تكتيكيين لتنفيذ هذا القرار في أرض الواقع. فهو في الواقع يعني نظام مهم جدا لأي ممارسة، ولكن تختلف طبيعة النظام ومكوناته حسب الجهة. فإذا أتينا للجهة العسكرية وأتينا لتحالفات ضخمة مثلا
مثل التحالفات التي شاركت فيها المملكة أو قادتها المملكة. نعم. هناك احتياج خاص لأنظمة القيادة والسيطرة للتعامل، ليس فقط أنه تحالف، ولكن تحالف لغرض محدد وهو محاربة الإرهاب. نعم. التحالف في حد ذاته يحتاج قدرة، ومحاربة الإرهاب كفكر قبل أن يكون فعل يحتاج أيضا مكون خاص. المكون الخاص هذا ما يسمى بالبيانات الضخمة وإدارتها، التعامل مع البيانات الضخمة، الكم الهائل من البيانات هذه المتواجدة في فضاء السايبر، تحتاج طريقة للوصول إليها، تحتاج طريقة لتحليلها، تحتاج طريقة لاستنباط المعلومات الذكية منها والاستخبارية، وتحتاج مساعدة متخذ القرار أنه يتخذ القرار المناسب. المعلومات هذه ممكن تحدد لك مكان، ممكن تحدد لك زمان، ممكن تحدد لك سلوك الفرد والجماعات، ممكن تحدد لك شبكات. هذا البعد كان غائب في الأنظمة التقليدية للقيادة والسيطرة، وهذا ما سنغطيه في المؤتمر اليوم. ممتاز. سأكمل بعد ما يواصل زميلي. أنا أظن بس نقطة مهمة جدا طبعا لكل اللي قاله الدكتور، وأنت أنا سألت سؤال مهم جدا، أن بالنسبة لل بعد الأزمة أنظمة القيادة والسيطرة تمنع بعض الأزمات أن تصير، فهذه بالعكس أن تكون عندك استباقية بأن تمنع أي أزمة تحصل. فالأنظمة المتقدمة في القيادة والسيطرة فعلا بإذن الله تساعد أي مسؤول لمنع الأزمة أن تصير. ممتاز. مهندس وليد، كيف تساهم الشركات العالمية بنقل هذه التقنيات المتطورة والتي هي بتطور مستمر، ويجب أن تكون المملكة دائما على بينة من هذه التطورات في التقنيات؟ أظن الجميع يشهد في المملكة وخارج المملكة عن التغيرات السريعة والجذرية اللي قاعد تحصل في المملكة في مجال تقني ومجال اجتماعي وعدة أمور أخرى. المملكة مهتمة جدا أن التسارع هذا، وكيف ممكن نجيب خبرات عالمية على أساس ما نبتدي من الصفر في المملكة، بالعكس نبتدي من مكان ما، نجيب الخبرات العالمية هذه ونبتدي من تقريبا ما وصلت الخبرات هذه. من الواضح كثير من الشركات لن تعطي التقنية كاملة للمملكة، ففي كوادر وطنية ما شاء الله مؤهلة، وأظن والله لنا الفخر نتكلم عن مركز المتواجد مركز القيادة والسيطرة في جامعة الملك سعود، عن دورهم برضو كيف يهيئون الشباب والشابات أنه يكونون لهم تطلع والعلم في الأنظمة هذه، أنظمة القيادة والسيطرة. حنا واجبنا كشركة عالمية لها مجال واسع وكبير في مجال القيادة والسيطرة، والتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية ومع جهات مثل جامعة الملك سعود، كيف ممكن حنا نساعد الخبراء الموجودين والخبرة الموجودة في الشركة وننشئ تعاونات معينة لنقل المعرفة هذه كلها لهم. ممتاز. دكتور عبد الله، ما هي أبرز محاور الرئيسية التي يناقشها المؤتمر في هذه الدورة؟ في الواقع هناك محاور عديدة جدا، وعندما تتحدثين عن أنظمة القيادة والسيطرة أنت تتحدثين عن ما يسمى بأنظمة الأنظمة أو system of systems، فتحدثين عن نظام ضخم جدا يحتوي عدة أنظمة، فكل نظام وكل بعد يحتاج محور، ولكن حاولت اللجنة المنظمة إنها تركز على المحاور الهامة الرئيسية. فتقريبا عندنا أربع مسارات نعمل عليها. المسار الأربع مسارات تغطيها يومين، كل مسارين في يوم واحد، مسار في الصباح ومسار في المساء. المسار في الصباح اليوم كان عن أنظمة القيادة والسيطرة والتحالفات، وأيضا تجارب الأجنبية في هذا المجال، وكل ما يتعلق بهذا المجال، أنظمة القيادة والسيطرة وتغذيتها بالبيج ديتا ودعمها بخبرات التحالفات المتقدمة مثل الناتو، كان عندنا متحدثين من الناتو وخبراء. أيضا بعد الظهر في الواقع تحدثنا عن أنظمة ما يسمى بإنترنت الأشياء. الآن أصبح إنترنت الأشياء اللي هو الأنظمة الذكية، أصبحت السيارة ذكية، أصبحت الأغراض المنزلية ذكية. بدرجة أنه ممكن لو صار لا قدر الله أتاك هجوم، ممكن يعطل لك الحياة في البلد، ممكن يوقف الكهرباء، ممكن يوقف السيارة، ممكن يحرك السيارة، ممكن يعني يؤثر على الحياة. هذا بعد الظهر سيتحدث أو بدأنا الآن التحدث عن إنترنت الأشياء وأيضا إدارة الأزمات. غدا الصباح إن شاء الله سيكون التحدث عن الهجمات السبرانية وكيف نستطيع أن نواجهها من خلال أنظمة القيادة والسيطرة. وغدا بعد الظهر إن شاء الله سنركز على التحديات التكنو اجتماعية اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها ومتابعتها
الخروج معلومات استخبارية من خلال كما ذكرنا قبل قليل الكم الهائل من البيانات. نعم. هذه ستغطى إن شاء الله غدا بعد الظهر. فعمليا أربع مسارات، لدينا ثمان كلمات رئيسية في الأربع مسارات. نعم. لدينا أربع حلقات نقاش، حلقة نقاش تتكون من تقريبا أربعة إلى ستة أشخاص. لدينا أكثر من 30 ضيف سيتكلمون في المحاور هذه. ممتاز. فهذه المحاور الرئيسية. نعم. للمؤتمر. نعم. مهندس وليد، حدثنا لو سمحت عن تعاون الشركة مع جامعة الملك سعود في هذا المجال. ممتاز. التعاون يمتد صراحة لزمن معين، بس أقل شيء من أربع سنوات تقريبا صار في تعاون مع مركز القيادة والسيطرة في جامعة الملك سعود. أه. والدكتور عبد الله ما شاء الله عليه أظن هو اللي أنشأ المركز، وكانت يعني فكرة من أفكار الرائعة. نعم. التعاون ما زال مستمر، ندعم نحن المركز، نتعاون معاه تقنيا، وبرضه خبراء دائما الشركة يجوا من أمريكا يتواصلون. نعم. مع المركز، نتكلم عن آخر ما توصلت له التقنية. في طبعا برضه أمور أخرى مثلا تتعلق في التدريب، تكلمنا احنا مثلا أن في شيء اسمه التدريب الرقمي تقريبا. طلاب ما شاء الله كوادر وطنية يسوون سيناريوهات معينة على شيء ممكن الإرهابيين أن يسوونه في السيناريو. ويتدربون على كيف ممكن الطرق السليمة لصد الهجمة أو الأمور اللي تتعلق في ممكن يسوون الإرهابيين. فأظن التعاون مستمر بإذن الله، لن يقف إلى هذا الحدود. سوف نتناقش الحين كيف ممكن نوصل لشيء أكبر، ولكن شراكتنا فعلا في المؤتمر هذه تنبثق من 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 خلف العلاقة الرئيسية اللي هي مع المركز الموجود في جامعة الملك سعود. نعم. أنا أستغل الفرصة والواقع فعلا أشكر شركة نورثروب جرامان على دعمها لا محدود بصراحة. نعم. للمركز منذ بدايته، سواء الجانب التدريبي أو جانب التقنيات المتقدمة. نعم. أو جانب تنظيم الفعاليات، مثل فعاليات دائما مبادرين، دائما لهم حضور على مستوى تدريب الطلاب. وفي الواقع هي رؤية الجامعة، رؤية الجامعة أن يكون لك شراكة حقيقية ما بين الجامعة والصناعة لخدمة المجتمع. نعم. فنحن الآن نمثل الشراكة الحقيقية التي لها ثلاث أقطاب: جامعة تفكر وتبتكر، صناعة تحول أفكار هذا إلى منتج، مجتمع هو يحدد الاحتياج ومن ثم يستخدم المنتج لاستخدامه. ممتاز. طيب في المرحلة القادمة يعني سوق العمل تفتح مجالات كثيرة للمتخصصين في مجال تقنية المعلومات، أيضا في مجال الأمن الإلكتروني وغيرها، مع أيضا فتح مجالات لشركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. إلى أي مدى الجامعات خاصة جامعة الملك سعود تجهز البيئة الأكاديمية أو التقنية أو التدريبية للطلاب؟ أنا أشكرك جدا على السؤال المناسب والذكي في نفس الوقت. الواقع فعلا هذه الأنظمة من غير العنصر البشري لا يمكن تعمل. صحيح. بل أنها لا يمكن تطور أساسا أو توجد. وساعيا في الواقع من لجنة المؤتمر قمنا لأول مرة في دورات المؤتمر أن نرتب لفعاليتين على هامش المؤتمر، وبدأت قبل أسبوعين. نعم. طبعا أنظمة القيادة والسيطرة تحتاج ناس مختصين في البرمجيات، مطورين نظم مبرمجين، وناس. نعم. أخصائيين في مجال الأمن السبراني. نعم. للجانب الأول رتبنا منافسة وطنية سميناها هاكاثون أريبيا، وهي مسابقة استمرت 48 ساعة وشارك فيها طلاب وطالبات. نعم. وقاموا بتطوير برمجيات رائعة جدا في مجال حتى في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز، في مجال الألعاب، في مجال المحاكاة. نعم. وأعجبني شعارهم اللي اختاروه جنودنا البواسل، فكانت أكثر من 30 مشاركة، أكثر من 300 مسجل في الواقع، و30 مشاركة خلال المنافسة هذه كلها تتمحور حول جنودنا البواسل. هذا المسار الأول. المسار الثاني، وبالتعاون مع وبدعم كبير من شركة نورثروب جرامان، قمنا بتنظيم سايبر أريبيا، وهي منافسة للأمن السبراني، وتنافس فيها عدد كبير وفازت المراكز الست الأول. نعم. وفي الواقع شرفنا البارحة في المؤتمر بتكريم المسارين الأول والآخر. نعم. وكانت في الواقع يعني إنجاز مهم جدا للجامعة، فهذه أحد المحاول اللي تعمل على الجامعة لتوفير الطاقم البشري، بالإضافة. نعم. لتدريب المشترك، البرامج الأكاديمية، البرامج التدريبية، نحاول نهيئ الطلاب بوقت قبل ما يتخرج،
وأيضا عندنا طلاب نرسلهم للشركات قبل ما يتخرج ونشوف إيش احتياجاتهم، ثم بعد ذلك نحاول نعدل بعض محتويات المناهج أو نضيف مناهج لا صفية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل. أنا أظن مهم جدا نضيف نقطة، صح المسابقة قائمة في جامعة الملك سعود، بس صراحة مشكورين جامعة الملك سعود، هذه مسابقة على مستوى الوطن وليس فقط لجامعة الملك سعود. فطبعا الجميع كان معزومين من فتيات وشباب للدخول المسابقة هذه ومن جميع الجامعات، فكان هذا اعتبرها مسابقة وطنية رائعة جدا. نعم، بالحديث عن الأمن السبراني، ما هو مفهوم الأمن السبراني وكيف يمكن مواجهة الإرهاب المتعلق بالتقني أو الرقمي؟ طبعا ممتاز، أنا أظن مثل ما تفضل الدكتور عبد الله أن سيكون وقت مخصص للكلام على هذا، بس الأمن السبراني حاليا هو يعني مختصر مفيد جدا، هو أمن المعلومات، لا أمن المعلومات الرقمي. نبتدي من الشخص نفسه، كل إنسان منا يملك جوال أو جهاز حاسوب، والأسف كثير منا يمكن ما يؤمن أن ممكن حد يخترق الجوال يأخذ معلومات خاصة، يأخذ صور خاصة وتنشر هذه المعلومات، أو يستخدم المعلومات عندك لشيء سيء، قد تكون جريمة، قد يكون سرقة بيانات خاصة، توصل إلى مستوى حكومات، توصل إلى مستوى وزارات، مواقع حساسة، أن أي حد ممكن يخترق النظام هذا ليستخدم المعلومات لفعل عمل سيء. فالأمن السبراني عامة هو كيف تدافعي عن شبكة أو عن معلومات رقمية خاصة بك على أساس ما حد يقدر يدخل يأخذ المعلومات ويسيء استخدامها. طيب هذا ينطبق على أو هذا يعني يتم تسهيله إن صح التعبير بأنظمة تضعها الجهات الحكومية المعنية، أم أيضا يحتاج إلى وعي مجتمع أو وعي شركات خاصة وإدارات الشركات لحماية أنظمتها الداخلية؟ الحكومة والوحدة لن أبد تقدر تقوم في العمل هذا. طبعا هذا شيء مثل ما تفضل الدكتور عبد الله من سابق، لا بد العنصر البشري، إذا ما في وعي ما حد هيأخذ أي قرار صحيح بحماية البشر. أولا لابد الجميع يعترف أن أي إنسان حال إذا كانت مؤسسة أو شركة أو وزارة أو شخص معرض لاختراقات أمنية رقمية، فهذا هو الأمن السبراني. فلذلك لابد من الوعي، لابد يكون في برامج توعوية كبيرة، وأظن المؤتمر الحالي اللي قاعد يقيم له دور كبير جدا. أظن صراحة وجودنا معك في الإعلام له دور كبير جدا في زيادة الوعي عن أهمية الموضوع. صحيح. بس هذا الوعي المفروض يكون للجميع، ما هو فقط لأشخاص. في أمريكا احنا تعلمنا يعني شيء مهم جدا، وبإذن الله قاعدين ننفذه هنا، يبتدون من الابتدائي، المدارس الابتدائية، عن أهمية الأمن السبراني والخصوصية. احنا الحين مع جامعة الملك سعود ابتدأنا على مستوى الجامعة، بس بإذن الله قد تكون خطوات لاحقة نبتدي عن المدارس الابتدائية والثانوية. ممتاز. دكتور عبد الله، حدثنا في البداية عن مشاركة المملكة الفاعلة في التحالفات ضد الإرهاب، أيضا في كونها رائدة عالمية في مكافحة الإرهاب. ما هي العوامل التي جعلت من المملكة قادرة أو على مستوى متقدم بين الدول التي تعمل على مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه؟ الإرهاب كما تعلمين هو آفة عالمية، وهو في الواقع فعل نتيجة لفكر، ويسبق الإرهاب الفكر المتطرف، ويبدأ الفكر المتطرف مراحل مبتدئة ثم يتقدم إلى يصل لمراحل متقدمة جدا، ثم بعد ذلك يكون حراك، ثم بعد ذلك يكون الفعل الإرهاب. المملكة هي قبلة المسلمين، والمملكة محور العالم الإسلامي، والمملكة لها وزنها العالمي. المملكة لها مبادرات لم تسبقها إليها أي دولة في العالم، سواء من خلال التعامل مع الفكر المتطرف، من خلال المراكز المناصحة، ومن خلال المبادرة الأخيرة التي كانت في القمة الإسلامية الأمريكية، وهو افتتاح مركز محاربة الفكر المتطرف اعتدال. وهذه المبادرة في الواقع أتت بمشاركة عالمية لكل الدول الإسلامية، دليل أن هذه الدول الإسلامية تقدر دول المملكة، وخطوة تخطوها المملكة تهم وتؤثر في العالم أجمع نحو السلام والسلم العالمي ونحو تعزيز الفكر المعتدل. فخطوات المملكة كونها مهوى أفئدة المسلمين، فيها الحرمين الشريفين، لا شك هذا يمثل ثقل عالمي ويحسب له الناس حسابه. المملكة تطلع بدور ريادي في الواقع، واستشعرت مسؤوليتها أنها
تدعو وتؤسس لفكر معتدل تنشر الإسلام الصحيح، الإسلام النقي، صحيح. تدعو إلى الرحمة والتسامح. لذلك المملكة عندما تشارك في تحالف تعطي هذا التحالف ثقل ويقدر من جميع المشاركين في التحالف. المملكة نعم. شاركت في تحالفات عالمية، تحالفات إقليمية. المملكة تساعد وتحاول قدر المستطاع أن تركز على استباق الحدث، صحيح. وتحاول أن تتنبأ، وما نعم. في شك أن هذه الأنظمة في القيادة والسيطرة تساعد على مرحلة التنبؤ. نعم. أنا أتنبأ، عندي واحد مغرر به، مثلا شاب صغير مغرر به، أستطيع أن أتنبأ من خلال بعض المعلومات التي أستقيها من الفضاء السايبر أنه نعم. والله هالشريحة هذه جالسة تستدرج مثلا، أبدأ أتعامل معها بطريقة حضارية، بطريقة فكرية منهجية، حتى أعيده للطريق القوي. ومثل ما شفت أيضا هنا في المعرض فيه قسم هناك حصانة وتبع نعم. وزارة التعليم العالي، صحيح. عندهم دورة حياة متكاملة. هذا في الواقع هو جزء أيضا من أنظمة القيادة والسيطرة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار. نعم. ليس الحل دائما عسكريا، صحيح. الحل العسكري هو جزء من الحلول، ولكن نعم. الحل الفكري والمنهجي هو الحل الرئيس. مهندس وليد، إن كانت المملكة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب وتمتلك أو تستقطب هذه التقنيات وأنظمة القيادة والسيطرة بشكل مستمر دائما، كيف السبيل لتوطين هذه الصناعة في المملكة وصناعة أنظمة القيادة والسيطرة توطينها في المملكة؟ سؤال ممتاز جدا. أنا أظن طبعا لابد أن نبتدي من التوعية عامة، أهمية التقنية هذه، وليه التقنية هذه قد تفيد أمن البلد، أمن قومي. نعم. ولكن نبدأ في المدارس، في الجامعات، نبدأ في إيجاد البحوث العلمية المتعلقة في هذا المجال. نعم. طبعا ثم نتكلم عن التخصصات التقنية، التخصصات الفنية. أنا نتكلم، ما نتكلم بعد على مستوى الجامعات، البكالوريوس أو الماجستير أو البي إتش دي. نعم. نتكلم عن التخصصات التقنية. ثم بعدين طبعا لابد أن يكون مهندسين، وجود مهندسين متمرسين. نعم. ذو خبرات. ثم نبتدأ على الشركات المحلية والعالمية، كيف ممكن يتعاونون مع بعض على إيجاد حلول خاصة في المنطقة هنا عامة والمملكة العربية خاصة. فهو تكاتف جهات عديدة. لا يمكن، لا يمكن لجهة معينة أن تقول أوطن تقنية مثل هذه، لأن لابد يكون لها عدة عوامل أخرى مثل التوعية زائد البحوث زائد الدراسات طبعا العليا والخبرة العملية المتواجدة في السوق السعودي. فالتكاتف الجميع أظن نستطيع فعلا نقل التقنية هذه. نعم. دكتور عبد الله، في نفس السياق، يعني الجامعات هي بشكل عام لديها مراكز بحوث، مراكز دراسات تعنى في كل القطاعات، خاصة في مجال التقنية. حديثنا اليوم أنظمة قيادة والسيطرة، ما هو دور الجامعات أيضا في مساهمة بتوطين هذه الصناعة؟ هل الجامعة دور؟ أكيد دور أساسي، وأدركت الجامعة هذا الدور الأساسي، وأحد مبادرات هذا الدور أو باتجاه التفعيل وتعزيز هذا الدور هذا المؤتمر. الهدف الواقع من هذا المؤتمر أن نؤسس لشراكة حقيقية وليس شراكة نظرية. نعم. تأتي أقطاب المعرفة الثلاثة، وهي المجتمع، منه تبدأ الحاجة وإليه تنتهي. والجامعة التي تقوم بترجمة الحاجة هذه إلى منتج ابتكاري. المجتمع بحاجة إلى منتج ما، سواء القطاعات العسكرية تحتاج إلى قطعة عسكرية، تحتاج إلى مفهوم، إلى برنامج. تقوم الجامعة بتحويل هذا الاحتياج إلى منتج أو إلى فكرة ابتكارية. عندما تتكامل فكرة ابتكارية يأتي دور الصناعة لتحويل هذه الفكرة ابتكارية إلى منتج حقيقي واقعي يعود مرة أخرى إلى المجتمع للاستفادة منه. فهي شراكة ثلاثية تبدأ من المجتمع وتنتهي المجتمع. في هذا الاتجاه الجامعة أصبحت تركز على براءات الاختراع، على حاضنات التقنية، على مراكز الابتكار. الجامعة أصبحت عندها مراحل بهذا الاتجاه للتأسيس لصناعة معرفية أو اقتصاد مبني على المعرفة. تبدأ أول شيء بتعريف الحاجة، مراكز ابتكار منتشرة في الكليات لتشجيع الباحثين وأعضاء التدريس والطلاب على الابتكار، حاضنات تحتضن المبتكر وتحاول تساعده لاستكمال منتجه وتسويقه، أيضا نعطيه مساحة ونعطيه كروت أعمال ونوصله بالتجار حتى يستطيع يسوق، وقبل ذلك وبعده حماية فكرية نساعده
تسجيل براءة الاختراع، على الحصول على براءة الاختراع، وعلى تحويل البراءة هذه إلى منتج. فهي دورة حياة متكاملة تبنتها الجامعة وسارعت بجمع قطبي المعرفة الآخرين، الصناعة بالدرجة الأولى والمجتمع. هنا وزارة الدفاع تمثل المجتمع، المجتمع يمثل محور، وزارة الدفاع تمثل محور أساسي، لأنها جزء من الرؤية التي تدعو إلى تعزيز الصناعات العسكرية وإلى توطينها. وهذه الفرصة هي المواتية، والحمد لله توصيات العام الماضي للمؤتمر للمعلومية، المؤتمر الأول لحلول القيادة والصيدلة كانت تحت شعار بناء القدرات المحلية وتوطينها. وهذا كان نتيجته مجموعة توصيات بعد المؤتمر خلال السنة الماضية أو السنة وتقريبا 3 شهور من المؤتمر وإلى الآن، حققنا يمكن أكثر من 80% من التوصيات هذه. ممتاز. من خلال عقود ومن خلال اتفاقيات. نعم. ومن خلال منتجات طورت بيننا وبين القطبين الآخرين. نعم. للمعرفة. سوف نتحدث عن التوصيات المتوقعة أن تصدر هذا السنة. نعم. العام. نعم. مهندس وليد، إلى أي مدى الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في هذا المجال قادرة على تبني هؤلاء المبتكرين الذين أيضا يضيفون إلى هذه الأنظمة وهذه التقنيات الجديدة؟ طبعا هذا أشوفه دور رئيسي للشركات. هنا صراحة السوق السعودي سوق من أهم الأسواق عالميا في مجال الدفاع والطيران. نعم. الشركات عامة قاعدة تستفيد من السوق السعودي، فلكل شركة دور كبير صراحة في إعطاء شيء للبلد بعد أن نعطي. فأنا كمواطن أمثل شركة عالمية أشوف أن لنا دور رئيسي ومحوري في التعاون مع جهات مهتمة في مجال الابتكار، مهمة جدا صراحة. نقطة مهمة جدا شفناها، فرق بين العام الماضي والعام هذا بناء على بعض المقترحات اللي طلعت من المؤتمر على بناء القدرات المحلية وعلى بعض المبادرات تكلم عليها زميل الدكتور عبد الله. السنة هذه وجدنا كثير من الطلاب يمرون يقولون عندي فكرة معينة، هل أنتم كشركة ممكن تتبنون الفكرة هذه؟ العام الماضي يمكن واحد مر من 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 كثير من الحضور، الحين الأكثرية فعلا ابتدوا يطلعون بأفكار وأمور. أن أظن واضح جدا أن الخطوات والمبادرات التي اتخذها الجامعات لها تأثير على الفكر، على صحيح. الابتكار. فإحنا نتكلم كشركة شريك استراتيجي في المؤتمر هذا، لأن هذا شيء يهمنا جدا. أظن نتبنى الأفكار، نتكلم مع الطلاب ونتعاون مع الجامعة كيف سويا ممكن فعلا ندعم طلاب معينين على بناء القدرات وتكون بإذن الله قدرات محلية. نعم. دكتور عبد الله، ما هي أهم التوصيات التي صدرت العام الماضي والتي نفذت بنسبة كبيرة من نهاية المؤتمر وحتى اليوم؟ كما أشرت قبل قليل هناك كتيب في الواقع أصدرنا للتوصيات. نعم. طريقتنا في جمع التوصيات نطلب من كل متحدث أن يكتب مجموعة من التوصيات بعد انتهاء الجلسة. نعم. ونطلب أيضا من الجمهور تزويدنا بالتوصيات التي يراها. نجمع هذه التوصيات في قائمة طويلة. العام الماضي تقريبا طلعنا أكثر من 100 توصية واختزلناها إلى أن وصلناها تقريبا حدود 25 توصية. نعم. ولخصناها في كتيب ورفعت المسؤول، رفعت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. نعم. ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأرسلنا نسخة أيضا لرئيس الأركان، وأرسلنا نسخة لمعالي الوزراء يشاركوا معنا، وكل حسب يعني علاقته بالتوصية. نعم. الحمد لله التوصيات اللي نفذت من السنة الماضية إلى الآن، أول شيء توقيع اتفاقيات مع شركات. نورثروب جرامان أحد الشركات اللي وقعت تقريبا 2 أو 3 اتفاقيات خلال الموسم الماضي. نعم. مع جهات ذات علاقة. وأبرز شيء بصراحة الذي يعني نفخر به جميعا، أحد التوصيات كانت تنظيم منافسات لإحداث نوع من الحراك. نعم. والاستقطاب القوى البشرية المميزة. وهذا ما قمنا به بالضبط، وحنا في الواقع آثرنا أن نوجهها لتكون تحت هامش المؤتمر، وقمناها خلال الأسبوع الماضي، واحدة في مجال برمجيات، واحدة في مجال الأمن السيبراني. ويمكن الأخ وليد يؤيدني في قضية أن هناك شح عالمي واحتياج عالمي في القوى البشرية في المجالين هذه، البرمجيات النوعية وأيضا المختصين في مجال الأمن السيبراني. وكانت هذه الفعاليتين مبنية على توصيات، من ضمن التوصيات في الواقع ورفعنا فيها في الواقع إنشاء مراكز متخصصة، بعضها أنشئ في الجامعة في مجال الأمن السيبراني، مراكز متخصصة للدراسات السيبرانية.
هذه كلها مجالات حديثة على الناس ما توجد في المناهج. صحيح. ولا يمكن يعني تدريسها بالشكل اللي يتماشى ويتواكب مع الرتم السريع لهذه التقنيات. فأنشأنا في الواقع مراكز تدريب داخل الجامعة، داخل مركز التميز لأمن المعلومات، وداخل مركز القيادة والسيطرة. أنشأنا كتيبات للتوعية بأمن المعلومات، يمكن لو مررتم على المركزين موجود لهم جناحين هنا. نعم. ممكن تطلعون على بعض الكتيبات وبعض المنشورات. دمجنا الطلاب بشكل أكبر في الواقع، هذا كان من ضمن التوصيات. نعم. وأبرز توصية إقامة المؤتمر مرة أخرى، وأقمنا مرة أخرى هذه السنة. ممتاز. أنا أظن بس شيء برضه مهم من المسابقة اللي تكلم عنها زميلي الدكتور عبد الله، الحين الشركات المحلية والعالمية ينتظرون الحدث المسابقة هذا في الأمن السبراني للطلاب والطالبات أساس يوظفون الفائزين مباشرة. فكثير من عروض تجي للطلاب مباشرة بعد المسابقة هذه. صدقيني أنا سمعت يعني من طبعا مستوى وزارة مثل الدفاع إلى شركات متواجدين في المؤتمر هذا، إحنا منهم. كيف نتسابق أساس نحاول نوظف الفائزين في المسابقة؟ هذا دليل واضح. نعم. أن ابتدت المسابقة هذه تكون لها دور كبير، وهذا فعلا مهم جدا لزيادة التوعية في أهمية الحدث. نعم. لكن هناك كما أشار الدكتور عبد الله، هناك شح في هذه الخبرات أو في الكفاءات التي تعمل في هذا المجال. كيف تتعاملون أو كيف تستقطبون المتميزين؟ نعم. والشح هذا ترى ما هو فقط في المملكة العربية السعودية، هذا الشح موجود حتى في أمريكا. الشركة تواجه بعض الصعوبات في تحفيز الطلاب أن فعلا ينضمون إلى المجال هذا، لأن البرامج عامة في الابتدائي والجامعات ما هي، لا أظن يندر وجود شيء اسمه سايبر سيكيورتي، مثلا بكالوريوس في السايبر سيكيورتي طبعا في دول غربية متقدمة. نعم. بإذن الله حنا توجه أن يكون برضو موجود تخصص معين في الموضوع هذا. بس صراحة نتكلم حنا عن المملكة يمكن من 5 سنوات إلى المملكة الآن، بالنسبة للمان باور، بالنسبة للشباب والشابات اللي درسوا في أرقى الجامعات عالميا على حساب الحكومة، والحين كلهم قاعد يرجعون المملكة. كثير منهم مهيئين فكريا أن فعلا في مدة بسيطة ممكن أن تدربيهم على شيء معين ويقومون في العمل الأمن السبراني ويدخلون المجال هذا في قوة جدا. نعم. الحين ما أظن صعب أن نحصل مهندسين أو مهندسات خريجين من زي ما قلت شركات جامعات. نعم. رائدة عالميا لنوجههم أن يعملون في المجال هذا، فبس يبغى له وقت شوي أظن محليا، وبإذن الله سنصل إلى مرحلة الشح يكون أقل شوي. نعم. حيظل موجود كوني حتقى. نعم. دكتور عبد الله، أيضا يعني عندما نتحدث عن التقنيات في مجال أنظمة القيادة والسيطرة، ما هي أبرز الشركات أو الاتفاقيات التي توقعها جامعة ملك سعود مع الشركات أو حتى الجهات الحكومية المعنية؟ هناك شركات عديدة وهناك جهات حكومية عديدة. طبعا الجامعة تمثل محور وتمثل نقطة التقاء لكافة فئات وشرائح ومكونات المجتمع، سواء الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة. الجامعة تستشعر دورها في هذه القدرة النوعية والفريدة في البلد، أنظمة القيادة والسيطرة. وقعنا اتفاقية طويلة المدى مع وزارة الدفاع، وتحتوي على أشياء كثيرة من ضمن تنظيم الفعاليات والدورات التدريبية والبحوث المشتركة بينه وبين الوزارة. نعم. وقعنا اتفاقيات أيضا مع وزارة الداخلية، مركز القيادة والسيطرة، أيضا لتطوير مراكز عمليات متقدمة. تزورنا كثير من الجهات الحكومية وتطلب طلبات لا ترقى لمستوى اتفاقية، ونحن أيضا نقوم بتزويدهم فيها ممكن عن طريق مذكرة تفاهم. هذا بالنسبة للجانب الحكومي. بالنسبة للشركات، عندنا اتفاقية مع شركة نورثروب جرومان أيضا بعيدة المدى، ومذكرات تفاهم وشراكة عميقة في الواقع في مجالات عديدة، سواء في التقنيات أو في مجال العنصر البشري أو في مجال استقطاب الطلاب وتدريبهم داخل وخارج المملكة. وأيضا شركات أخرى في نفس المجال أيضا تعمل معنا، وبينه وبينهم يعني اتفاقيات عديدة. كثير من الشركات الموجودة الآن في المعرض هذا هي لنا وبيننا وبينهم تعاون بشكل أو بآخر. تعرفين التقنيات عديدة، ونحن لا نستطيع أن نفرض على الجهة المحتاجة الوطنية، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، تقنية معينة. ولكن عندما تطلب هذه الجهات تقنية معينة وتطالبنا أن نقيمها لها،
نقوم بالتعاون مع الشركة المعنية والمنتج ونستضيفه في مركز القيادة والسيطرة ومركز تمييز المعلومات، نكون بيئة الاختبار المناسبة والأجهزة، ومن بعد ذلك يقوم المختصون باختبار هذه بالتعاون مع الجهة المعنية. فالجامعة تمثل محور التقاء ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ممتاز. مهندس وليد، كيف يمكن مواكبة التوجهات الجديدة لهذه التقنية من خلال مؤتمرات من هذا النوع، وأيضا يعني كيف تواكبون التطور الدائم في مجال أنظمة القيادة والسيطرة؟ أنا أظن من المهم جدا نتكلم عن الوعي في وكيف المؤتمر هذا يؤدي لفعل وعي أكثر. التقنية هذه طبعا أي وقت نتكلم عن التقنية التقدم فيها سريع، الوتيرة سريعة جدا. فدور الشركات أتكلم عن أن فعلا هي شراكة، إذا ما كان فعلا شراكة مع الجهات المختصة، حنا طبعا قررنا تكون شراكة مع جامعة الملك سعود في المجال هذا على أساس فعلا نحفذ التقنية هذه أكثر وأكثر، لأن لهم جهد جبار في الموضوع هذا. فتواجدنا وجوب الخبرات، إحنا دائما نتكلم عن نقل التقنية. أظن اللي أهم من نقل التقنية هو نقل المعرفة. نقل المعرفة المفروض تسبق أي شيء آخر. صحيح. بدون معرفة التقنية قد تكون لا شيء. ممكن أي حد يستثمر يجيب تقنية متقدمة جدا، إذا ما حد عرف كيف تشتغل التقنية هذه العنصر البشري فلا شيء. فنركز الحين على نقل المعرفة أولا، والتقنية بإذن الله المعرفة ستجيب التقنية هذه. فنقل المعرفة عن الخبراء المتواجدين في الشركة عالميا، نجيبهم يكون حاضرين في المؤتمر هذا، يشاركون آرائهم، النقاش وتوعية الطلاب والحضور على أمور عديدة. نعم دكتور عبدالله، أيضا المؤتمر يعرض تجارب التحالفات العالمية في بناء أنظمة القيادة والسيطرة، حدثنا عن أبرز هذه التجارب العالمية وكيف يمكن الاستفادة بشكل الأكبر في المملكة وتطبيقها. اليوم الصباح الساعة 9 كانت أول جلسة لخبير في حلف الناتو من مركز يوروبيان ديفنس، وقدم تجربة الناتو في بناء أنظمة قيادة وسيطرة والتحديات التي واجهتهم من خلال دول عديدة، كل دولة لها نظام قيادة وسيطرة مختص، وكيف أنهم عملوا تكامل بين هذه الأنظمة وتبادل المعلومات بفورمات وصيغ مختلفة، وحتى في الأخير توصلوا إلى نظام موحد مشترك لدول الناتو. هذا محور وهذا بعد للاستفادة من التحالفات العالمية. أيضا بعض الشركات وبعض المراكز الأبحاث التي تزود التحالفات بالأنظمة هذه أيضا أتوا وتحدثوا عن تجاربهم في تكامل الأنظمة، في إضافة المكونين الرئيسيين اللي ذكرتها لك في البداية، اللي هي مكون الأمن السيبراني ومكون البيك ديتا لأنظمة القيادة والسيطرة التقليدية. كل تحدث عن تجربتي، وكانت تجربة رائعة جدا. الصباح اليوم كان فيه متحدثين رئيسيين، وكان فيه في الواقع جلسة نقاش موسعة استمرت على مدار تقريبا ساعتين، شارك فيها 5 مختصين يعرضون تجاربهم ما بين حلف الناتو وما بين مطورين داخل شركات وما بين أيضا مراكز أبحاث، تحدثوا عن تجربتهم في بناء أنظمة ضخمة تضم عدة مكونات كل منها له نظامه الخاص. فهذا تقريبا يعني أبرز أبرز ما استفدناه في بناء أو في تجارب الدول المتقدمة في تحالفات عالمية والشركات التي ساهمت ودعمت هذه التحالفات. مهندس وليد، ايضا شركتكم تقدم يعني خدمات لوجستية في مجال أنظمة القيادة والسيطرة، ما هو المقصود بهذه الأنظمة اللوجستية؟ هو لوجستية على أنظمة الدفاع عامة، بس اذا نتكلم اظن على أنظمة القيادة والسيطرة في نقطتين مهمتين جدا، ولا بد ان الجميع يعني اللي بيشتري الأنظمة في هذه يكون عامة. اولا ان إمكانية التواصل بين الأنظمة، الحين في عدة جهات مثل ما تفضل الزميل الدكتور عبد الله سابقا، ان جهات أمنية، وزارة الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني وغيرهم،
الجميع يملك أنظمة قيادة وسيطرة. نعم. بس قوة الأنظمة هذه كيف ممكن يتواصلون، يتخاطبون، يتبادلون المعلومات عن طريق الأنظمة بطريقة أوتوماتيكية دون تدخل عنصر بشري؟ هذه مهمة جدا، وأظن قاعدة توضح في المؤتمر هذا والمؤتمر اللي سبقته. الشيء الثاني أهمية وجود أنظمة مفتوحة. الأنظمة المفتوحة نقول نظام مفتوح معناه أن لا تملكه الشركة واحدة فقط اللي هي تقدر تعدل على النظام هذا. قد تكون شركة ممتازة جدا عندهم أنظمة استشعار يقدروا يحطون النظام هذا داخل النظام، لأن أنظمة القيادة والسيطرة عبارة عن أنظمة الأنظمة. فمهم جدا أن يكون نظام مفتوح، معناه لا تحتكر شركة واحدة، تستطيع أي شركة تقدر تسوي عليه تعديل أو تطوير أو إضافة استشعار مستشعرات أخرى مهمة جدا. فأظن هذا الواضح أنه قاعد طلع في المؤتمر هذه من التوصيات السابقة وبرضو من المؤتمر الحالي. نعم. وهذا توجه التقنية الحين في قيادة السيطرة. قيادة السيطرة. نعم. دكتور عبدالله، ما هي التحديات التي تواجه تطور هذه الأنظمة، خاصة وأن أيضا لدى الإرهابيين بين مزدوجين أيضا تطور في تقنياتهم التي يستخدمونها للهجوم الإرهابي أو التقني أو لبعض المواقع أو غيرها؟ صحيح، في الواقع هناك تحديات عديدة، وطالما هناك خير فهناك شر، وطالما هناك فعل فهناك فعل مضاد. ما في شك أنه الدول تسعى لتأمين أنظمتها، تأمين مكتسباتها، تأمين أفكار مواطنيها، وهو تحدي مستمر وسنة الله في الحياة. التحديات، أعظم التحديات التي تواجه أنظمة القيادة والسيطرة لمكافحة الإرهاب هو الفعل الاستباقي. نعم. والوصول إلى المعلومات في وقت مناسب، وأيضا استخدام أنظمة متقدمة للتنبؤ ومعالجة كما ذكرت سابقا، يعني هو على محورين في الواقع، معالجة الفكر قبل أن يصبح فعلا. نعم. معالجة الفكر المتطرف، محاولة التنبؤ بمكامن الفكر المتطرف أين يوجد، كيف تستطيع أن تنبئ بسلوك شخص في فضاء السايبر أنه فعلا سلوك شخص ربما يتطور بعد ذلك ويتحول إلى شخص إرهابي مثلا. كيف تستطيع أن تنبئين بهذا في وقت مبكر حتى تستطيع أن تعالجين الأمر. أيضا على الجانب المحور الآخر أو المسار الآخر اللي هو التعامل مع الإرهابي، إذا أصبح فعلا إرهابي خلاص تشبع بفكر المتطرف وأصبح يفعل ويزاول الفعل الإرهابي من يعني تفجيرات واعتداءات على الممتلكات العامة، فهذا أيضا محور آخر. كيف تستطيع أنظمة القيادة والسيطرة التعامل معه، التنبؤ بخططهم، التنبؤ بتوجهاتهم إلى آخره. والمملكة الحمد لله كانت رائدة في المجال هذه، وأنا ذكرت في الواقع أمس في المؤتمر أنه فعلا لما تلوت كلمة خادم الحرمين الشريفين التي تلاها في القمة الإسلامية الأمريكية، أننا ساعدنا عدة دول في تجنب هجمات إرهابية. المملكة ساعدت دول، لم تكتفي وتؤمن فقط الأمن الداخلي، وإنما ساعدت دول أجنبية في التنبؤ بهجمات إرهابية، وتم ولله الحمد إفشال هذه الهجمات قبل أن تقع. ما في شك أنه هذا تحدي كبير. احنا الحمد لله قطعنا مشوار ممتاز فيه ولله الحمد، لكنه مثل ما ذكرت سنة الله في الحياة. صحيح. طالما هناك فعل سيكون هناك فعل مضاد، طالما هناك خطوة هناك ستكون أيضا أكثر من خطوة لدى القائمين على أنظمة القيادة والسيطرة لمحاولة احتواء الفعل والفكر الإرهابي قبل أن يكون له ضرر موسع. مهندس وليد، هل من تحديات أيضا تواجه شركات للتطور في هذا المجال؟ تحديات قد تكون لها علاقة بالإجراءات بالقوانين، هل من تحديات من هذا النوع؟ والله ما أذكر أن في تحديات تتعلق في القوانين أو إجراءات، أشوف تحديات أكثر في التقنية نفسها. لأي مدى؟ أنا أظن ما نقدر نتكلم عن أنظمة القيادة والسيطرة دون نتكلم عن الذكاء الصناعي، لأن أعتبره جزء رئيسي الحين في توجه التقنية للذكاء الصناعي. مثال بسيط، الطائرة دون طيار أو الأنظمة الغير مأهولة،
أول لابد يكون موجود غرفة ما الشاشات، والطيار يجلس في غرفة، والطائرة قد تكون في بلد ثاني مختلف تماما. نعم. التوجه الحالي لا، في إيجاد الذكاء الصناعي ما تحتاجين أصلا طيار ولا تحتاجين الغرفة هذه، أنت تعطي المعلومة للطيارة وش المهمة للطائرة هذه، تنفذ المهمة وترجع وهي تأخذ القرارات بحد ذاتها. نعم. ننقل الفكرة هذه إلى أنظمة القيادة والسيطرة، إلى أنظمة كثيرة. وبأظن الدكتور عبدالله برضه تطرق للموضوع هذا، كيف نستطيع أن نتنبأ قبل حدوث أي حدث إرهابي أو غير إرهابي؟ نعم. أن ممكن شيء يصير، أظن لابد أن استخدام الذكاء الصناعي ويكون نعم. جزء لا يتجزأ من التقنية، وهذا التوجه الحالي في أي تقنية، أن كيف وجود الذكاء الصناعي في الأنظمة كلها. نعم دكتور عبدالله، ما هي التوصيات المتوقعة أعلان عنها في ختام هذا المؤتمر؟ نحن لازلنا في الواقع كما ذكرت قبل قليل نحاول أن نجمع التوصيات، ولكنه أتوقع أن تتمحور حول الجلسات الرئيسية وحول جلسات النقاش. كان هناك توصيات مهمة صباح اليوم حول التركيز على البيانات الضخمة، التركيز على الذكاء الاصطناعي، التركيز على تعلم الآلة ماشين ليرنينج، التركيز على تفعيل دور الروبوتات أو أيضا الطائرات من غير طيار لجلب معلومات مهمة عن أماكن معينة وإيصالها لمركز القيادة والسيطرة. تشجيع أيضا الطلاب، لو لاحظت أيضا في أحد في مركز القيادة والسيطرة في هناك أيضا عمل للشباب في جزء من الذكاء الاصطناعي، لو حصل لك فرصة بعد المقابلة تمرين هناك في رجل آلي موجود يستطيع أنه يتعرف على ملامح الوجه ثم يعطيك معلومات، أنت فلان وعملت في فلان في المكان الفلاني وصورتك إلى آخره، هذه جزء من الذكاء الاصطناعي اللي يستطيع الروبوت أنه يتعرف. هذه أحد المجالات المهمة التي نؤكد عليها. طبعا أحد التوصيات يتصلني على هامش الجلسات اللي هو إنشاء أكاديميات متخصصة في مجال الأمن السيبراني، أكاديمية في مجال القيادة والسيطرة، هذا على المستوى التعليمي. أيضا تعزيز الشراكات وتوسيعها أكثر وأكثر ما بين سواء القطاعات المحلية أو القطاعات الصناعية العالمية. أيضا أحد التوصيات التي توصلتني تشجيع الأفراد على الابتكار، وعلى كما ذكر أخي المهندس وليد أنه أتاهم شباب متحمسين، هؤلاء يبغى لهم احتواء ويبغى لهم تنمية لأفكارهم ورعاية واحتضان حتى تصبح منتج حقيقي. نعم مهندس وليد، كلمة أخيرة قبل أن نختم، دهمنا الوقت بسرعة. مشكور. يوجد رؤية 2030، رؤية رائعة جدا. نعم. أنا أقول مسؤولية تنفيذ الرؤية هذه لكل مواطن وكل مقيم في البلد له دور في تنفيذ الرؤية هذه. نعم. أظن الجميع بإذن الله مؤمن في هذه الرؤية الرائعة، وأظن التقدم اللي قاعدين نشوفه يعني لم نراه من قبل في الوتيرة هذه، فكل لنا دور في تنفيذ الرؤية هذه بطريقة، والمستقبل بإذن الله والله متفائل جدا بإذن الله نكون رواد عالميا في عدة مجالات خصوصا المجالات التقنية بإذن الله. شكرا لك المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، الرئيس التنفيذي لشركة نورثروب جرومان، شكرا جزيلا لك للشرق الأوسط. شكرا. أشكرك أيضا دكتور عبد الله بن شرف الغامدي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة تحت شعار التحالف ضد الإرهاب، الاستراتيجيات والقدرات، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ختاما شكرا لطيب متابعتكم، نلتقي بإذن الله غدا بنفس التوقيت أيضا من المؤتمر العالمي، تابعونا بإذن الله في غد في حلقة القادمة.